أتريدين أن تجربيه؟ أظن أن عليك المحاولة. ستكون تجربة جميلة. سيكون هذا جيداً. صوبي من فرد الشعيرة. على ما تريدني أن أصوب؟ إنه دورك. بل دورك أنت. شو كان الدور تقولي حارس شو معناته يعني حماية حارسة شخصية. يسخر التاريخ بأمثلة عن مقاتلات من النساء من مناطق الأمازون حتى قبائل داهومي في القرن 19. حارسات القذافي، هل هن أمازونيات أم فتيات استعراض؟ هل هن من نخبة الحراس الشخصيين أم مجموعة من النساء اللواتي يحافظن على صورة ليبيا؟ هل تمثل هؤلاء الحارسات مجموعة اجتماعية أم حركة نسائية عسكرية مناهضة للإسلام؟ إن فضولي المتفاقم حيال خرافات القبائل والأساطير المتعلقة بالمقاتلات هو ما دفعني إلى الشروع في بحثي عن النخبة من الحارسات الليبيات. إنها لظاهرة نادرة تتحدى كل صورة تقليدية للمرأة المسلمة الخاضعة والمغلوب على أمرها. كفاءة بالنسبة لي هو أن أشوف هذا اليوم المرأة في بلادي قد تحررت، صحت قوية، صوتها عالي وروحها المعنوية عالية. كان جل الانتباه العالم بالكل، ليش تثق بالنساء؟ ليش حرصتك بالنساء؟ باعتبار احنا في الشعب في ليبيا رجال ونساء، وحماية القائد وحماية الدولة مهمة رجال ونساء. صح. فمن منطلق هذا احنا يعني زي ما نقول ما نبيش نغيب دور المرأة في حماية القائد. اصلا عضو حركة الجان الثورية، مؤمن بفكر معمر القذافي اصلا، ومستعد ان هو يموت من اجل معمر القذافي. فحتى الحرس الثوري هي فلسفة للوصول إلى الشعب المسلح، إن الشعب الكامل يملك سلاحه في إيده، مش بالضرورة يكون في الإيد لكن يكون متدرب عليه وكذا بهذا المعنى يعني. ليبيا بلد يمزقه صراع بين التقاليد والتحديث، توتر يستفحل جراء 35 سنة من الديكتاتورية و15 سنة من الحصار. تمثل النساء الليبيات بطرق عدة المجتمع الليبي ككل. أثرت في كثيرات منهن الأفكار الجديدة عن نوعية حياة طورها نظام القذافي وتطورت خلاله، فيما تتقيد نساء أخريات بالتقاليد القبلية. في بلاد لا تعرف دور السينما أو نجوم الموسيقى، يحتكر القذافي النطاق المرئي، يفعل ذلك بصقل صورة الوالد الخير والقائد الروحي والثوري. كما لا يجيز نظام القذافي الحاضر بقوة كثيراً للكاميرات الأجنبية التصوير. حصلت أخيراً على الإذن بالتصوير، وذلك بعد التفاوض مع رئيس جهاز الأمن الليبي
والتأكيد على أنني لا أنوي التهويل فيما يتعلق بنية الحارسات الحسنة أو استغلالها، وهذا الإذن ممكن ضبطه في أي مكان وفي أي وقت. أنا نعتبر أن حراسة معمر القذافي ليست حراسة بشر لحم ودم، ولكن هي حراسة قيمة معمر قيمة. قائد، إحنا اليوم طبعاً الحرس الثوري هذا أول نواة لحماية القائد، وإحنا نعتبر فيه هو نواة في الطريق إلى الشعب المسلح من عمل تطوعي من مقولة الدفاع عن الوطن ومسؤولية كل مواطن ومواطنة. لكن قبل أن تصبح الفتاة من الحرس الثوري تكون قد انخرطت في المجتمع الثوري، وتكون أيضاً مستعدة لبلوغ الهدف المتمثل في فكرة التضحية بحياتها من أجل الثورة وقائدها. أقول إن الحرس الثوري والخلية العسكرية وتجيش المرأة في ليبيا هو مظاهر لفلسفة موجودة في المجتمع الليبي، أو علامات على وجود فلسفة في المجتمع الليبي. الأجدى أن ندرس هذه الفلسفة قبل لا نركز على دراسة مظاهر هذه الفلسفة. الراهبات، فكرة الراهبات الثوريات إن هي مثل المرأة توهب نفسها وعمرها وحياتها، تتخلى على الحياة الطبيعية للمرأة، تتخلى على الزواج، تتخلى على ابناء في نظرها إن هي ممكن الوضعية هذه ما تناسبهاش، إن هي تفرغ يعني تكرس كل وقتها وعمرها وحياتها للثورة. وحماد القائد في فكرة وشخصة، وأنا أقول لك بصدق يعني حتى يحسني في شخص يهمني معمر القذافي في فكرة في طرحة في فكر جماهيري هذا في تنويره. نحن محظوظون للغاية، وذلك لأننا اختبرنا التحرير على طبق من فضة. نلحظ من البداية أن التمرين الأيديولوجي يطغى على أي خبرة عسكرية. تكلمك شوية تسلم عليك حتى. أي والله لا تمام والله الحمد لله خلاص سوى النسق معهم ونكلموك إن شاء الله. باهي من ذلك قررت المرأة أن هي تتسلح بإرادتها، بإرادة من المرأة هي قررت أن هي تتسلح. وفي الأوقات اللي هو يقول المجال هذا مصنع للرجال، العسكرية أثرت فينا نحن يعني تعلمنا الضبط والربط طاعة الأوامر. هذه حتى في بيتي يعني فادتني الانضباطية في المواعيد، الدقة في المواعيد، يعني هذه الأشياء يعني ما كنتش قبل المجال هذا يعني فهمتها، لكن المجال العسكري خلانا زي فيه روتين. بعيد وصولي إلى ليبيا تعرفت إلى فتحية، وقد ترقت حديثا إلى رتبة عقيد سرعان ما تحولت إلى صلة وصل لي. قائد، أنا كنت بلعب قدام بيتنا، فتحت التلفزيون لقيت القائد بيخرج مجموعة من البنات يعني، فأنا صغيرة ما عنديش مثلا مدارك وبعد نظر وإن هذا دفاع الوطن وهذا لا، شفت القائد أنا بعتز فيه كتير وشفت بيخرج بنات قلت لا لازم أكون مثلهم، ضروري أكون مثلهم. رافقت فتحية القذافي خلال العديد من رحلاته، لكن عملها الرئيسي كعقيد يكمن كذلك في تسهيل عملية انخراط الفتيات في الجيش. فتحية في 36، إنها متزوجة ولديها ابنة، وتجسد صورة المرأة المثالية في ثورة القذافي. الهيكل البندقية ويحتوي كم؟ العدد أجزاء اللي هي السبطانة، هو عدد الفلات أو نقول أنا عدد التبديل، المقبض الأمامي والمقبض الخلفي وقنطرة الزناد وأصبع الزناد. في نتاة توجد ليش اسمها اللوحة التسديد اللي هي مدرجة، لوحة التسديد مدرجة من واحد إلى غاية القادف. أخبارك شنو؟ قادف أربي شي حال أولادك؟ علامة كم هذا؟ علامة 7 عيار 40 ملي. قلت لها يعني شري مازال وزاد وقت. عبارة عن مجوف من الداخل، مجوف من الداخل بمادة الكروم، مطلي بمادة الكروم تساعد ليش تميز وقلها على الترتيب شكون حتى اخواتك شوية عفوا في تمييز قلها عرفها لازم خاطر حتى 10 مشكلة كلمة
لإدراك مفهوم الحارسات الشخصيات، نصحونا بزيارة أولاً المدارس، حيث يمثل التمرين على استعمال السلاح جزءاً من المنهج. نزلها شوية هيك. تنظيف المكان. هذا شو اسمه؟ مرأة تدرب مرأة من ناحية يلغوا جميع العادات والتقاليد الزائفة، وتبدأ فكرة التدريب العسكري العام، يعني تلاقي إقبال وترحيب المجتمع العربي الليبي يعني بدفعات، وتتوالى يعني على تدريبهم، حتى هم الضابطات يعني خريجات الأكاديمية. أسحبي أسحبي. هو لتقريب يوم الشعب المسلح، قيام الشعب المسلح، يعني هي فرصة ومن مجتمع الجماهيري من أفكاره أنها خلاص يوصل بسرعة، لأن عد كوادر وانشرها في داخل المجتمع، اللي من بينها هذه المرأة اللي يقولوا هي تعبانة وغير قادرة وعاجزة. لا، في ليبيا لا تختلف، المرأة هي اللي قدرت تقدر، والدليل على ذلك هؤلاء الأخوات اللي موجودات قدام زميلاتنا، والمدارس تطلع بشكل، عندنا آلاف آلاف من المؤسسات التعليمية هي بهذا، وهذه هي بؤرة الإشعاع متاعهم الأكاديمية اللي تجهز في هذا الرأي. الرجال لما بيشوف مرأة وبيبذلتها ومعتزة بنفسها وبتمشي وكذا، فما يقدرش إن هو يجرأ إنه يكلمها وهي بشكل هذا، تعطي هيبة البدلة والمشية واللبسة. سمي الأسر صوت عالي، صوت عالي. هذا قضية تنظيف. أيوة. هذا المخزن. أرضي فوق شوية. هذا المخزن يسع 30 إطلاقة. أيوة. خلي صوتك عالي شوية. إطال بدل. بدل. صوت عالي شوية. أزار. وهذا. هذا بدل بندقية. أو هيكل. مبطلات مادة عازلة للحرارة. من هنا حتكون الحرارة عالية جدا. والأسفل كذلك، ولكن هنا رقم اثنين بالإضافة لهذا، ما يحرمش إن المرأة تكون ضابط جنب إلى جنب أخيها الرجل، إن تمارس الحياة الطبيعية الاجتماعية، تتجوز وتولي أم. قدامنا نموذج المقدم صالحة، جدة طبعا. معلش بنضيف نقطة، كنا أول أسرة في الشعب المسلح، جوزي عسكري وأنا عسكرية، وفقنا والحمد لله هو في السلاح البحري. ونبقى مش عادية راي متجوزة؟ نعم. هذه عندها متجوزة وعندها ثلاثة أولاد. تريبة كانت التلميذات في الخارج. هذا جيد. إنهن يوجدن الإنجليزية ويرغبنا في الترحيب بكم. درست في المعهد البريطاني سنتين، لدي أصدقاء أمريكيون ونتواصل عبر الإنترنت. إن نجحت في الامتحان فسأدخل جامعة الطب. تريدين أن تصبحي طبيبة؟ أجل، أتمنى ذلك. حسناً، ماذا عنك؟ سوف أتخصص في الهندسة. في الهندسة؟ أجل. ما يعني أنك بارعة في الرياضيات؟ أجل. ممتاز، وأنت؟ سأتخصص في البرمجة. في البرمجة؟ أجل. برمجة الكمبيوتر؟ برمجة الكمبيوتر. ممتاز، هلا تشرحنا لي عن قذيفة الRPG؟ إن هذا صعب بعض الشيء. صعب؟ ما أعنيه أن سوف أفعل ذلك، لا يهم. سنشرح لك، أخذنا درسا فيه. حسنا جيد. لدي القليل من التعليمات عن كيفية تركيب القذيفة وإطلاقها. يجب ألا يكون ثمة جدار خلفنا أو شيء ما على الأقل. أجل أجل، من أجل سلامتنا الشخصية. كما يجب أن تكون القذيفة عكس وضعية جسمنا. ما هي الزاوية؟ 90 درجة. القمع الخلفي الأربجي، القمع يكون عكس شنو؟ عكس الجسم. تجيدين فعل هذا بدورك؟ نعم. هل لا تريننا؟ حسناً، جربي. سأحاول. جلوس وقوف. نعم. حسناً، خذي وضعيك هيك بطريقة هذه، يدك اليمنى. أيوة تمام. أيوة، قيم فوق كتفك. أنا هضي فوق. صوبي العين، صوبي من الفرد الشعيرة. أيوة، المركز هذا بخلي إيدك الثانية تمسك هنا. أيوة
على ما أصوب؟ إنه دورك أنت. ما قدرتيش أنت يا ربي من فوق. أيوة خليك قوية. على الرغم من إصراري لم أتمكن من الإفلات من التمرن على إطلاق قذيفة RPG، وارتأت فتحية أنه من الضروري أن تكون هي من يعلمني ذلك. علي أن أبقى في مثل هذه الوضعية. تضعين يدك الأخرى هنا. أجل هكذا. ليست ثقيلة جدا، لكن لاحقا ربما تشعرين بثقلها. صحيح، قد أشعر بثقلها بعض الشيء، ولا سيما من هذه الناحية. هؤلاء فتيات عاديات تدربنا لينخرطن في صفوف الجيش الشعبي الليبي. هل تشجعنا فريق مانشستر يونايتد؟ أجل. أم مانشستر مانشستر يونايتد؟ نشجع فريق مانشستر يونايتد. تذكرنا الحياة اليومية في ليبيا بمشهد من مسرحية من بيكيت، ما ينتظره المرء غير واضح وعادة لا يتحقق أبداً. تنتشر الشرطة في كل مكان، المراقبة عالية ومشددة، أما الرقابة فتمثل جزءاً لا يتجزأ من النظام. إن التصوير في ليبيا مهما كان عمل غير قانوني إلا إذا صدر الإذن من إدارة القذافي. بالإضافة إلى مترجم وفتحية وبعض موظفي الدولة، خصص لنا حارسان شخصيان. أطلقنا على الأول اسم مصطفى الرقم 1 وعلى الثاني مصطفى الرقم 2. لا يسمح لنا بالتصوير من دون وجود المصطفين، وأي شيء قد يسيء إلى صورة ليبيا يختفي على الفور عن الأنظار. لكن المفاجئة أن المقاومة التي أبدتها الإدارة أجدت نفعاً، إذ ساعدت على تسليط الضوء على التوتر اليومي الذي تتعرض له الحارسات. لو سمحتي تصوير ما يبيش. ينتاب الناس القلق حيال تصويرهم، ولا سيما إن لم يكن يرافقنا حراس من الذكور. يتضمن جزء من نظام الشرطة في البلاد فتيات يافعات بين 8 و15 عاماً، يعملن شرطيات سير في عطلة الأسبوع. تحاكي هؤلاء الفتيات المراقبين الآخرين، وقد احتشدن لتجسيد صورة ليبيا الممتعة والعملية. وما يمنحهن ذلك الحس بالسلطة هو عمرهن وجنسهن، إلى جانب مظهرهن الأنثوي البريء. تفتخر العقيد فتحية بكونها أماً وزوجة، وهي تتوق إلى تعريف وطاقم العمل إلى عائلتها. عيدي بنتي بدوى حبيبتي ماما. هيا ماما تحكي شوي. بدوى حبيبتي لو في البيت تكلم شوي. وين ماما؟ لا عيب ماما. تعالي هون. سن 20 هي السن القانونية للزواج في ليبيا. لم ترتبط فتحية بزوجها وهو صحفي إلا حين بلغ 30 من العمر. يعني كنت طوعوا فيه من بعدي مجموعة كبيرة يعني.
عندي اولاد في الجيش، فيه واحد ضابط كبير في بنغازي في التطهير، عبد الناصر. عبد الناصر، حسنا. وعندي صلاح هنا داخل صلاح في الجيش اللي في البحريه. وعندي علي في الجيش. وعندي وليد في الجيش. وليد؟ ايه. وعندي اسماعيل في الجيش. وكرم في الجيش. ثمانية. عندي ثمانية أنا في كله في الجيش. كله. وما زال عندي 20 أنا كل نعطيهم لدفاع الجماهيرية. ما عنديش حاجة على الجماهيرية، كل ما نملك لها. يعني المرأة المسلحة هي الأكثر نجاح والأكثر قدرة، والمرأة المتعلمة يعني الزواج يعتبر للمرأة هذه يعتبر زواج حقيقي. بالنسبة إلى هذا الثنائي، ولكون المرأة عقيداً في الجيش لا يعني ذلك أن كلا الوالدين يعمل، بل إنه التزام مهم في مجتمع تميزه الثقة وصفات معينة. المرأة نص المجتمع، هذه موجودة في داخل الجماهيرية، يعني شيء هذا مفروغ منه. المرأة، نظرة الرجل للمرأة بهذه الطريقة هذه. يعني هنا في نفس الوقت المجال العسكري ما اثنانيش اني نتخلى على نوتي، نتخلى على بيتي، نتخلى على زوجي، نتخلى على بنتي. يعني في نفس الوقت لي كل حق يعني. لكن الواقع يبين انه لا وقت لفتحية لتعتني بطفلتها، لذا تبقى تحت رعاية جدتها طوال الاسبوع. بعيداً عن مركز القوة يقبع عالم قبلي إسلامي، غالباً ما يختار الابتعاد. أي نظام سياسي يستند على الدين أو مبرره في الحكم هو الدين، هذا النظام من أخطر الأنظمة. الحرية على حرية المرأة. بالعكس، الإسلام يحب المرأة القوية، المرأة الشجاعة، المرأة تدافع على أرضها وتدافع على عرضها. يعني المرأة من عهد الإسلام مش غريب عليها أن هي تشارك الحروب وتكون جنب لجنب مع أخي الرجل. إن الأسطورة الأشهر في ليبيا هي أسطورة والدة القذافي، كانت رامية سهام بارعة وزعيمة قبيلتها. ترعرع القذافي في بيئة نسائية مماثلة لتلك التي يصقلها الآن، محاطاً بوالدته وشقيقاته وعماته. بعيداً عن التنكر لأصله، أدت جذوره البدوية دوراً أساسياً في سياسته. يقع مكتب فتحية في الكلية العسكرية للبنات في طرابلس، وهي تعد جوهرة في تاج القذافي. أول كلية عسكرية، فتحت الكلية العسكرية للبنات أبوابها عام 79. فيها تخضع الفتيات للتمرين ليتخرجن حارسات ويتبوأن مناصب عسكرية. جميلات وقويات، زوجات وأمهات، ليست بصفات غريبة ولا صفات تقليدية يتصف بها الإسلام. هؤلاء هن النساء اللواتي يتخرجن من الكلية العسكرية. رسوم معمر القذافي غنية بالرموز والأساطير، وبذلك يختلف الجيش الليبي من النساء عن غيره من الجيوش، إذ يتوقع من كل جندية الكثير. إنها مثال أعلى وتجسيد للنخبة الجديدة في ليبيا القذافي. على الرغم من ذلك، لم أفاجأ لاكتشاف أن على رأس الكلية العسكرية للبنات رجلاً. هو تدريب المرأة على السلاح، طبعاً هي بتلقى علوم وبالتالي بتكلف المهام مختلفة. المهم قادرة أن هي تأخذ التدريب. لا، هي بتسأل سؤال، هل لا ما هو قول زي ما أقول غيبة. فالتدريب هنا يطلع كلها تاخذ التعليم العسكري كله، وبعدين هي مهامها تكلف بها من جهه ثانيه. حين طرحت اسئله مفصله عن كيف تصبح الفتيات حارسات او جنديات، راوا انها اسئله لا تمت للموضوع بصله، اذ علي ان افهم ان البنات يخضعن لتمرين ايديولوجي وعسكري في الوقت نفسه، وما يقررن فعله بعد ذلك لا يمثل مشكله. كل الليبيين يدربوا والدعوة مفتوحة، ما
موجه للقائد الثورة. يعني دمر دمر هدف معين وكلمة كلمة الله تعطي شجاعة وزعيم قوة وعزيمة. تفتح الكلية فيش بس تدرب على السلاح وتتخرج جنب اللي جنب مع الكاميرا والصحافة باش تدافع على المعدات بتاعها. لم تتسنى لي رؤية أي من الفتيات تطلق النار، حتى إنني رحت أتساءل أحياناً إن كن يعرفن كيف يفعلن ذلك. وبعد إلحاحي في الطلب زودتني الكلية أخيراً بأشرطة تظهر فيها الفتيات وهن يستعملن الأسلحة خلال تمرين في الصحراء. سخيفة غلط. لازم تاني صبرية حركات. التخصص حاسب آلي، نشتغل داخل الكلية. دخلت الكلية في سنة 1998، كانت بدافع مني وبرغبة، وتم التخرج نتاعي في سنة 2001. هم اللي هي كانت حرس على القائد، حرس خاص حمايدة. بعناية ودقة جرى انتقاء الفتيات اللواتي سمح لنا بالتحدث إليهن، لا لفصاحتهن بل لعدم الرغبة في الإفصاح عن الكثير من المعلومات. كيف حالك؟ بخير. هل أنتم مسرورون في ليبيا؟ ماذا قلت؟ مسرورون هنا؟ كثيراً. أجل انطباعي انها كانت رحلة ممتازة، وصراحة اني يعني كنت متشوقة اني نطلع رحلة تانية، لانه واجب نقوم بيه وبحمايته. كنت برفقة القائد يعني، وكان هذا فخر لي وشرف يعني اني نال رفقة. اني رافقة في المهمة، اني كن يعني حرس يعني تحت يعني يكون كويس. بتعرفي فيك تفرجي بتعملوا كاراتي؟ اكيد في عندنا لعبة الجودو ولعبة التايكوندو في الكلية. الطالبات التايكوندو والجودو الدفاع عن النفس، ودربوا كذلك التخصصات. هذه هي التخصصات. هي بالنسبة لحرس ولا حاجة بدون نقاب، واجبنا احنا نحصل. واضح من البداية أن الفتيات مرتعبات لتفوهن بأمر خطأ أمام المسؤولين عنهن. هل لديك أي انطباعات على الإنسان محطتك كشخص تربي أن تكوني زيها؟ يعني حط قدام عينك إنسان ويقولي يعني تبع خطواته. رغبة، حافز، إنسان كحافز لك أنت. كل مرة ناجح. كانت معروفة الإجابة التي ستعطيها، لكن في خضم ارتباكها هذا لما لا تجيب ببساطة مباشرة عن الأسئلة المتعلقة بالقذافي؟ أي يعني هذا أن التقرب من القائد يوجب عدم معرفة الكثير؟
لاحظت أن هؤلاء البنات يستعملن خلال الحديث لغة موحدة، ولتبوؤ أهم المراكز كفتحية لا يحتاجن فقط إلى أن يبرعن في التمارين، بل إلى التوصل إلى لغة متساوية تعتمد عليها وظيفتهن. فتحية تدرك دوماً ما تتفوه به وتجيد الكلام بفصاحة. حين رأيتها عبر مقابلة تلفزيونية فهمت لما كلفت بالتحدث إلي، فهي تتقن اللغة الوطنية وتجعل منها لغتها. وهذه الكلية عندما فتحت أعطت للمرأة حريتها باعتبار المرأة تشكل نصف المجتمع، وعندما يهمل نصف المجتمع. في ليبيا لا تنخرط النساء في القوات البحرية. تتعارض الآن بلاغة فتحية العسكرية ورد الفعل الإزدرائي لقادة الكلية البحرية. تفضلوا. في ليبيا لا تنخرط النساء في القوات البحرية، ربما بسبب مشكلة المبيت، فنحن على خلاف المجتمعات الأوروبية لسنا معتادين أن ينام الرجال والنساء في المكان نفسه، لذا يمثل هذا الأمر مشكلة حقيقية. لكن هي كمرأة تعتقد أنها نقدر عندها القدرة يعني. مقياس الرغبة. برأيها هذه ليست بمشكلة، إنها الوحيدة التي تفكر على هذا النحو، لذا ربما حين نعرض هذا البرنامج قد يقبلونه. لا أعرف، أرى أنه من الصعب على المرأة الليبية أن تعمل على متن سفينة. الكلمة هذه خليها يعني. النساء ما عندناش أي مانع ندخل أي مجال موجود في الشعب المسلح، سواء كان في مجال في البحرية أو في البرية أو في الجوية. بالعكس يعني ممكن المجال الجوي أصعب من اللي هي المرأة تقود طيارة وفي الجو وكذا، واخترقتها وأثبتت نجاحها غير عادي فيه. فكما أثبت نجاحها في المجال البري والمجال الجوي، متأكدين إن 100% يعني مش حتى 100% إن هي حتثبت نجاحها في المجال البحري. ليش؟ لأنها عندها قوة وإرادة وتصميم ودفع من القائد وتحريض منا باستمرار، بإن نحن ما نقفوش عند حد معين ونقولوا لا إحنا وصلنا. بالعكس إحنا نبغى نواكب كل جديد وكل أي مجال جديد. وانت تتكلمي باسم المرأة ولا باسم المرأة؟ باسم المرأة بشكل عام يعني. بالعكس المرأة عندها رغبة وإن هي. قال القائد إن الحماسة لا تكفي، يجب أن يكون لدينا آلية ونظام للتطبيق. بين كبار ضباط البحرية يخالج فتحية شعور بالفضول. مع عدم رغبة هؤلاء في وجود نساء من البحارة على متن السفينة، فهم لا يرون في فتحية إلا فتاة صاحبة وجه جميل. إنه عالم مختلف عن عالم الكلية العسكرية، يساعد على إبراز التفاوت بين التمارين التي يخضع لها الرجال في الحربية وتلك التي تقوم بها النساء. وواضح أن حديث فتحية عن المساواة الكلية لا يمت إلى الواقع بصلة. في الغرب ينظر إلى المرأة المسلمة على أنها امرأة محجبة لا تغادر المنزل من دون أن تغطي نفسها كلياً. في ليبيا يعرف الزي التقليدي للنساء بالفرشية، إنه عبارة عن قماش أبيض ترتديه في الشارع النساء البالغات. ولفتحية كذلك كما لكل النساء المتزوجات فرشية. وما يعقد أكثر صورة المرأة هو الحجاب، ما تضعه الفتيات على رؤوسهن. بصراحة عرفت الحجاب في الولايات المتحدة الأمريكية حين كنت أعيش هناك. صحيح، تعرفت معظم صديقاتي فجأة على الحجاب ورحنا يرتدينه، وذلك فاجأني كثيراً. فقلت لهن إنه في بلادي ارتداء الحجاب خيار، إنها مسألة حرية بالنسبة إلى كل امرأة. مثلاً معمر القذافي يرى في الذين
يغطون المرأة والذين يعرون المرأة سيان متساويين، لأنهم يرون في المرأة سلعة جسد وليس عقل. فمن زمن لزمن في اختلاف واضح يعني، وكل سنة في تغير تحدث. خلال السنوات الخمس الأخيرة وجدت نفسي محمية أكثر ومحترمة أكثر عندما ارتديت الحجاب. الحجاب والسلاح يفيدان إذن في كسب الاحترام والحماية. في الحربية تضع بعض الفتيات الحجاب، أما البعض الآخر فيختارن ألا يفعلن. ترى فتحية أن الفتاة القوية لا تحتاج إلى تغطية شعرها، وتقول إن بعض الفتيات يضعن الحجاب حين لا يكون شعرهن مسرحاً. إذن يرافق اختيار النساء لما يرتدينه الكثير من التوتر والأفكار المتضاربة عما يعنيه أن تكون المرأة مرأة في ليبيا. المرأة بالعسكرية مش معناها كان هي تخلت المجال إنها هي تتخلى على متتها ولا تتخلى على جمالها ولا تتخلى، بالعكس جمال المرأة في شعرها وفي اهتمامها بنفسها. الشعر له دور كبير. شوفي شعري تعمل دعاية سانسيك بانتين بانتين تيلا بانتين ولا سانسيك، شعري أصلا طبيعي من يومها هيك يعني. مس نات، عرض الأزياء الأول في ليبيا ليس بمسابقة الجمال التقليدية. جرت المسابقة في العاصمة طرابلس في خريف عام 2003. كانت عبارة عن عرض مدهش يظهر رعاية الدولة للجمال. إن العارضات اللواتي ارتدين قمصاناً من تصميم روبرت كافالي تحمل صورة القذافي كنا نساءً غربيات. إنه أحد أزياء الرقصة العسكرية أو شيء من هذا القبيل، رقصة المعركة. ماذا عن السراويل الكاكية التي ترتديها الفتيات؟ تلك السراويل والأحذية السوداء مقاسها كبير بالنسبة إلى الفتيات، فأنا لا أعرف كيف أسير بها. أول شيء الصبح قبل كل شيء بعمل حمام ضروري بعمل الحمام كامل كريمات وكذا باش نقعد نشطة طول اليوم يعني، وبلبس الثياب اللي هي يعني بتمشي معي، بتمشي مع بشرتي، بتمشي مع شخصيتي، بتمشي مع سني. مع خلاص ماشي، شكرا. اكيد هي حب ان هي تهتم بنفسها وتظهر جمالها وان هي تعتز بالشيء اللي اعطاهولها ربي يعني. ما يحبش ان المرات يعني النساء يتشبهوا بالرجال، حتى الدين ينهى عليها يعني ان يكونوا متشبهين بالرجال. ما فهمته من التسوق برفقة فتحية أن الجمال مهارة، وهو رسمياً أحد الأسلحة المرتبطة بالمرأة المتحررة. صبرية هي الأصغر ضمن مجموعة من الفتيات اللواتي اخترن مرافقة القذافي في رحلاته في أفريقيا.
كما صبرية تحمل العديد من الفتيات في الكلية هاتفاً خلوياً. غالباً ما يشعر المرء بأن ثقافة الهواتف الخلوية بلغت ليبيا حديثاً، وتتنافس الرنات دوماً وبانتظام مع الدعوة إلى الصلاة. امتحان اليوم عامل اليومي، من ضمن عامل اليوم فيه امتحان للطلبة، تو هي هون وفيه طلبة جايين تعمل لهم امتحان، تبي تسألهم. إيه؟ حط. سلام جميل. سلام. حط. على الرغم من أن صبرية وصديقتيها هن المسؤولات عن الامتحان، نلحظ وجوداً دائماً لضباط من الرجال. في هذا العالم تتمتع المرأة بالحرية، فيما تقع المسؤوليات الأخيرة على عاتق الرجل. في الكلية العسكرية للبنات أدركت أن صبرية وزميلاتها لسنا مجرد جنديات، إذ مقدر لهن أن يجسدن صورة المرأة الليبية الجديدة التي تطلع بوظيفة جيدة ومركز مرموق في المجتمع، والتي هي مثال للقوة العسكرية. حسني ومحمد من حاشية الحراس الشخصيين للقذافي. شكراً. شكراً. من أمريكا. ولكن ننظر في نفسنا أن إحنا في ذيك اللحظة شرف لنا أن كنا موجودين، أن جمعنا معمر القذافي ذكر وأنثى، أسمر وأبيض، كبير وصغير، دكتور وعامل عادي، ما فيش فوارق. إحنا لما نلتقي بجانب معمر القذافي وكنا نلتقي في مسجد، مجرد كل قبيلة كل منطقة تعمل من يتطوع لحماية القائد، بيعملوا نفس المجموعة وذكر وأنثى بيقوموا بحماية معمر القذافي. فلان حراسة معنا قائد، ويكون معنا أخوات. طبعاً عارف أنت الرجل لازم بيدير تقدير معين للمرأة وبيخدمها عنه، ولكن هم ما يرضانش. هم يبوا يكونوا نفس أي محاكم يكونوا داخلين فيه، يبوا أي محاكم ما تعطيش تفضيل، تقول ربما ما تبيش تحسسها بأن هي ناقصة أو مش قادرة. لا، الإيمان الكامل بقوة المرأة وخاصة القوة الداخلية. القائد الرجل يتمتع بالقوة العضلية والظاهرية وكذا، ودليل أن هذا ربي عادل، يعني أعطى للرجل القوة الخارجية وأعطى للمرأة القوة الداخلية، دليل عدالة العدالة الإلهية. يصر حسني ومحمد على المساواة بين الرجل والمرأة بين الحراس الشخصيين، ويقولان إن المرأة تتمتع بحاسة سادسة تنقص الرجل. هذه شيء غير عادي، يعني الحدث هذا، يعني لو حتى لما تقوم بحماية القائد تحس إن القائد لنفرض يعني إنه بتحس به قبل ما يحدث الشيء هذا. دعتني فاطمة وطاقم العمل إلى العشاء في منزلها لاختبار طريقة عيش أسرة ليبية من الطبقة الوسطى. عادة يكون المجتمع الليبي منغلقاً على ذاته، فلا يدعو الليبيون الأجانب إلى منازلهم، ما يبين حسن ضيافة فاطمة. لك لدي عندي بالبيت، تعال بنوريك الطريقه كيف انت. هذه الليله الطهيات الاربع هن عقيد وصحفيه وخبيره في الاقتصاد وحارسه في الحرس الثوري. فاطمه ربت بيوت احنا. اخبرتني فاطمه انها محظوظه لاعتناء زوجها بابنتها. أتساءل إن كانت الحال مشابهة في المنازل الأخرى، فهل تترافق المشاركة في تربية الأولاد مع نمط عمل المرأة الليبية العصرية؟ أنا مدني مش عسكري، وأغلب الحرس الثوري الناس مدنيين ما همش عسكريين. العملية مش إلزام بالنسبة لي، أنا تلقيت تدريبات خاصة. المهم أنك تكون أنت في مستوى هذه المهمة فكرياً، يعني
انت تأدي فيها، انا ممكن في بيتي نمارس هذه المهمه من غير ما اكون بجنب القائد. هي مش قضيه انك تشيل سلاح وتكون خلفه او بجانبه، انت تمارس فيها، انت تحمي في فكره، القضيه مش تحمي، انك تحمي في شخص في حد، انت تحمي في فكره. تدير يا حاجه قدامك سهله يا مكتوب تستطيعون التصوير في الطابق الأرضي، لكن حين نصعد إلى فوق أطفئوا الكاميرات. متابعين الجدول المحدد لزيارة المواقع في ليبيا، توجهنا لزيارة منزل القذافي القديم الذي دمرته القنابل الأمريكية عقب سلسلة من هجمات إرهابية تهمت ليبيا بشنها، ولا سيما انفجار في حانة في الأردن وسقوط طائرة تابعة لشركة طيران بان أمريكان في لوكربي. والهدف عندما أمريكا رأت أن هي تستهدف القائد، هو القائد كجسد موجود، لكن كفكر في جميع عقول الليبيين، يعني فما يمكن أن يتم النيل من فكر الأخ قائد الثورة وجسد كفكر موجود في عقولنا نحن بالكامل، لكن كجسد هذا الأعمار بيد الله. في النهاية هو إنسان عادي جداً، يأكل ويشرب وينام ويقوم بمهامه مع أطفاله مع أسرته، ولكن الحمد لله يعني مشينا بالسلام. لكن البيت هذا قاعد دخير دليل على العدوان والإرهاب. وفيما يتحدث الجميع كفتحية اللغة نفسها مدافعين عن العقيدة التي يمثلها القذافي، تطلع ساوما الحارسة الشخصية بالدور الرئيسي في حماية القذافي نفسه. يعني في نظام أقدمية، وهي اللي أقدم أكثر واحدة موجودة أطول فترة معها هي. كحارسة أساسية تهتم كذلك بالهدايا المقدمة إليه، إذ غالباً ما يرافق لقاءات القذافي العلنية في ليبيا تقديم الهدايا الثمينة إليه، هدايا لا يستلمها بمعظمها يداً بيد. لهذا النوع الغريب من الأنثوية الذي يدفع بالمرأة إلى مغادرة المنزل والانخراط في الجيش وجه مثير ومخيف. في الثمانينيات منحت حملة القذافي ضد الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء النساء صورة فريدة من نوعها، صورة أمازونيات عصريات يحملن بنادق كلاشينكوف. لكن كما بهتت صورة القذافي، استحالت فكرة الحارسات الشخصيات مألوفة في الغرب، وتبقى الحارسات الليبيات ظاهرة في العالم الإسلامي. هنمشي فيه لآخر لآخر السلم، لآخر السلم، لآخر رتبة، يعني معمول بها الشعب المسلح يحملها رجل ضروري نحملها، يعني مهما يكون في شيء اثنين على يعني أنني نتراجع وضروري أنني نكمل المشوار.